خطوة وافر حقق الحلم بقوة بكرة أحلى هتحلى طول ما. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى، ومكملين مع حضراتكم النهاردة قصة سيدنا يوسف، وهنشوف النهاردة إزاي بعد الظلم اللي تعرض له لحياته قابل كل ده بالإحسان، مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين آمين يا رب. واحنا بنتكلم النهارده عن جزئيه مهمه جدا في قصه سيدنا يوسف. يمكن الحلقه اللي فاتت حضرتك حكيت مشهد يعني من اصعب المشاهد، لما اخواته دخلوا عليه بعد الظلم اللي تعرض له طول حياته والسجن اللي كان ظلم 14 سنه، ومع ذلك هو ما فكرش حتى في اذيه اخواته. يعني بنعيش في الدنيا وبنقول ان احنا عايشين هو يوم حلو ويوم مر، احيانا نتاذي من ناس بقصد او من غير قصد، واحيانا يبقى الاذيه من اقرب الناس لينا، ولكن نرجع نسامح، يفضل جوه قلبنا جرح بسيط بس عشان خاطر وجه ربنا سبحانه وتعالى بننسى ونعمل نفسنا حتى بنتناسى كل الاذيه اللي ممكن نكون تعرضنا لها. سيدنا يوسف قابل الظلم وقابل اخواته بعد السنين الطويله دي كلها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلق آدم من تراب ثم اشتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى. وبعد، بداية نعتذر للمشاهدين على خروجنا المتأخر نظرا للمؤتمر الصحفي عبر شاشة الهواء، وأنتم كنتم تلعبون في الاستوديو. أنا قلت والله العظيم هيقول كل حاجة وأنتم حرين. طيب. كانوا بيسلوا نفسهم. طيب. خليني أرجع وأروح لسيدنا يوسف. سيدنا يعقوب عايش ببرنامجنا، عايش ببكرة أحلى، عايش بالأمل. بالمعنى طبعا عايش بالأمل، ما فقد الأمل يوما. خدي بالك، هو كان ضايع منه مين؟ يوسف. النهاردة قالوا له ادينا التاني اللي هو بنيامين عشان نروح بيه عشان نجيب كيل زيادة. فوصاهم ادالهم ابنه بعهد وميثاق، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نكون وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهقف هنا. عارفة هقف هنا ليه؟ علشان الأب أب طبعا، مهما أفسد أولاده طبعا ومهما ظلم أولاده خايف على أولاده. وهوجه رسالة لكل حد بيشوفني النهاردة في عجالة، كل أم وكل أب وكل أخ وكل زوج وكل زوجة، بالله عليكم أكثر حياتنا معرضة للانهيار بسبب الحسد. تاني، أدي الدليل إن الحسد حق في القرآن، وصية يعقوب. ده مش كده وبس، المشركين لما فكروا يؤذوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدى محاولات الإيذاء الحسد، والقرآن سجل كده، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. تاني، نعمة ربنا غالية،
ما تحدثش بيها تباهيا ولا تفاخرا، ولا تحدث بالنعمة محروم ولا منقوص ولا مقطوع ولا مظلوم. يعني ما اجيش قدام حد محروم من شيء معين وافضل اعمل اوريه له كده. ما عنديش بنات بس مش نفسي في البنات. لكن انت لو تعرف ان في نفسي في البنات ما تجيش تقعد تتكلم على بنتك وعلى بناتك. انت ما عندكيش ولد مثلا، الله يبارك لك في ابنك ويحفظه لك يا رب، لكن يا رب. نفسك في الولد، فما اجيش اكلمك على الولد. واحده تانية زوجها سيء، ما اجيش اكلمها على زوجي الحسن. واحد تالت زوجته مطلعه عينيه، ما اجيش اكلمه على مراتي اللي مهنياني ومرحبه بيا وشايلاني ومستحملاني. خلي بالك، احفظي حديث النبي كده صلى الله عليه وسلم، عشان انت ما بتسمعيش كلام كتير قوي. انا والله ليه؟ اسمعي كلامي واحفظي حديث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اكثر الاموات من امتي بعد قضاء الله وقدره من العين. وفي روايه ان العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل ابن آدم القبر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله فإن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. أنا بقول للناس كلها، طب هيبدأ الحل يا عم الشيخ، أنا خايف من اللي قدامي ده يكون حاسد، أعمل إيه؟ وأحيانا ما بنعرفش. وأحيانا ما بتعرفش. فلما ما تعرفيش هديك الحل، ولما تعرفي تعملي إيه. طيب لما ما تكونيش عارفة وجيت مثلا قلت لك الله ابن الكريم ده جميل قوي وشعره جميل، تقولي لي طبعا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظه من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين يا مولانا كما حفظ الروح في الجسد إنه على كل شيء قدير، وتقومي قلبها ضحكة كده، إيه رأيك يا مولانا؟ ربنا كريم يحفظه من كل شر، ادعي له بالله عليك يا مولانا، وقوم قلبها معاك أنت بلطف وبلين. خلي بالك ليه الكلمة دي قطعت سهام الحسد وقطعت العين وقطعت كل شيء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغزل أحد في جمال الحسين أو في جمال الحسن قال بسم الله أرقيه من شر كل ما يؤذيه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذه بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طب أنت عارف بقى إن اللي بتحكيه ده بدون قطع كلامك، وأنت بتقول إيه حد يشوف ابنك ويقول لك إيه ده ابنك جميل قوي ومال شعره حلو كده ليه؟ طيب الموقف ده حصل بالظبط، وكريم صغير، وبعد الكلمتين دول خرجت بيه على المستشفى. طبعا كان بيموت مني. طبعا طبعا، ما هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بس احنا عليه افضل الصلاه والسلام احنا بناخد بالنا من الناس اللي احنا بنركز معاهم، لا. ان حصل لنا موقف واثنين وثلاثة معاهم. لا اصبري بس عليا عشان برضك تاني اهو، تاخدي بالك من نفسك، مالكيش دعوه بينا. انت اول الحاسدين بس انت مش داريانا والله. وانا اول الحاسدين بس انا مش داريانا لنفسنا. لا لنفسنا ولعيالنا. ها وخلي بالك يعني اقصد لنفسنا في اللي يخصنا. يعني تعالي واحده كده ابنها خارج من الحمام تلاقيه واد طري كده وجميل وملظلظ كده امور كده، فتفضل مبحلقه معاه وتفضل بصله. اصبر، لا غض بصرك عنه كده وقول بسم الله يحميه من كل شر يؤذيه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ليه؟ لأن العين تحسد والأذن تحسد. خلي بالك، فعشان كده احنا بنقول للناس كلها وبنحذر الناس كلها، والكلام ده انا مش بدخلك في دجل ولا شعوزة، لا ده انا بعلمك دينك، لازم تتعلم معايا دينك، لان احنا مهمتنا في البرنامج اصحاب رسالة ان نتعلم الدين الصحيح. طب عرفت ان فلان ده حاسد، ما روحش اقول له انت حاسد ابدا، انا بس اشربه شويه ميه عندي واخد منه شويه ميه، وزي ما النبي قال لي صلى الله عليه وسلم اخد بقيه الميه دي احطها على ميه تاني واقوم اغتسل بيها يبرأ انا ولا الشخص اللي حسدني اهو حسدني انا لكن لو حسد حد من اهل أي بيتي اي حد اخد منه شويه ميه بس واكمل عليهم على ميه واقرا عليهم الفاتحه 7 مرات وكل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس كل هو الله احد. طب ايه الحل بقى اللي احسن من ده كله؟ الاحسن من ده كله اول ما تصبح الصبح تجمع يدك على فيك على بقك وتقرا الفاتحه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وتقرا ايه الكرسي وتقرا خواتيم سوره البقره، وبعدين تنفس في يدك 3 مرات، تنفخ يعني تنفخ
وبعدين تمسح على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك. لا يضرك حاسد ولا نصب ولا وصب ولا يمسسك جن ولا مس ولا شيطان ولا يقربك أي إنسان إلا بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. ناخد التليفون ونقول انتوا ليكوا نفس تاخدوا تليفونات قطع لكن انتوا ليكوا نفس. طيب الحمد لله. فارجع بيك لسيدنا يعقوب، اتفضل خد الولد وروح. لما راح الولد اللي هو بنيامين الاخ العزيز على يوسف، وسيدنا يوسف اخده، طب هياخده ازاي؟ هو عايز يقعد معاه، فدبر مكيده. دبر مكيده ازاي؟ عمل لكل واحد اعزكم الله شوال متاع، اهو ده بتاع روبل وده بتاع بنيامين وده بتاع عمل لهم كله خلاص. وبعدين الكيلة بتاعت مصر اللي كانوا بيكيلوا بيها في التوقيت ده ذهب. ما هو قال له ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. في هذا التوقيت كل البلاد تحتاج الى مصر، في هذا التوقيت مصر تطعم كل البلاد بلا استثناء. فحط الكيلة الذهب دي فين؟ في المتاع بتاع أخوه. وبعدين بعت ينادي منادي، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا لا والله، انتوا ايه اللي ضاع منكم؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا له احنا جايين نسأل ربنا العطاء، وعمرنا ما فسدنا في الأرض، واحنا مش جايين نسرق. فبدأ سيدنا يوسف قال لهم طيب الحل ايه لو طلعتوا كدابين؟ هم ما يعرفوش ان ده يوسف. الحل لو طلع الحرامي منكم، كان في قانونين، قانون مصر ان الحرامي يرد ضعف الشيء المسروق، قانون فلسطين اللي هو كان سيدنا يوسف فيها وقتها قال لهم ايه، لا اسف، قانون مصر كان ان اللص يتاخد عبد عند اللي سرق الى ان يعفو عنه، قانون فلسطين يرد ضعف الشيء المسروق. فايه رايكم انهي قانون يطبق عليه؟ قالوا لا، قانون البلد اللي احنا فيه اللي هي مصر. قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هو ده اللي عايزه سيدنا يوسف، عايز اقوم معاه. فعمل ايه؟ اشار للحرس ان يبداوا بتفتيش ما امتعتهم قبل متاع اخي، اوعيتهم قبل هم الاول، هم الاول عشان الموضوع يبان مترتب تمام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. عشان الناس تسمع، واحد يقول لك يعني سيدنا يوسف عمل الحيلة دي؟ لا يا حبيبي، سيدنا يوسف نبي ما يعملش شيء إلا بوحي، ولذلك شوف القرآن قال كذلك كدنا ليوسف، يعني احنا الوحي اللي أشار على يوسف يعمل كده خد أخوه في حكمه، وما هيش مكيدة شر، الله، إنما مكيدة خير. ومكيدة امتحان ليعقوب. يبقى كده ضاع كام واحد؟ اتنين، يوسف وادي بنيامين، عندك التالت روبل اللي هو ادى العهد لابوه. قال لهم طب ارجع ازاي؟ لكن قبل روبل انا عايز احطلك بس على اللي متعود على الإساءة عمره ما ينساها. هم متعودين على الإساءة فيعملوا إيه؟ هو عندهم يوسف مات خلاص، هم ناسين يوسف ده أصلا، نسيوا أساسا اللي عملوه، نسيوا الموقف، تذكروا بالسوء. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. عارفة انت زي اخوك، عارفة المثال اللي عندنا يقول لك اضرب اقلب الفم ومش عارف ايه القدرة على فمها، يعني ايوه هو ده. فامثله كتيره. فقال له اصل هو كان ليه اخ حرامي. فسيدنا يوسف عشان راجل حكيم وراجل مسؤول ما استدركش،
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. روبل اللي ادى العهد لابوه قال انا مش راجع، ارجع ازاي لابويا؟ اوري وشي اقول له ايه بعد ما اخويا ضاع؟ فاصبح عنده كام واحد ضايع؟ ثلاثة. يوسف، بنيامين، روبل. العجيب بقى شوفي حته جميله قوي هعلمها للناس برضك بالاصل، ان الاصل عليه معول تامم قوي. ولذلك الامام سيدنا الامام الشافعي يقول ايه؟ ان ظفرت بذيل حر فتعلق به فلطالما كان الحر ابدا. يعني الحاجة الجميلة اهل الشرف دول صعب ان انت تلاقيهم النهاردة. طب. عارفة قالوا ايه؟ هو الاول لما كانوا عايزينه ارسل معنا اخانا، اخونا حبيبنا. طبعا مش كده؟ ما هو عشان حاجة عايزينها. طب ولما سرق؟ ارجعوا الى ابيكم فقولوا ان ابنك سرق. انت ما عرفتش تربي، انت ما ربيتهوش، الوحش ينسبوه ليه والحلو ليه، بس ان هو اخوهم. ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وبداوا يسوقوا الادله على صدق كلامه. فسيدنا يعقوب وجد ان الابواب كلها غلقت، وان الدنيا استحكمت وانها ضاقت، فبدأ يستخدم المذهب اليعقوبي. قبل ما نقوله ناخد التليفون. اتفضلي معانا مدام مها. انيسه لو سمحت. اتفضلي يا مها، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي اسال الشيخ سؤال. اتفضلي مع حضرتك. حضرتك عايز اسال بس، لو حدش بيصوم في الايام العاديه وعايز يصوم رجب يعني ينفع؟ يعني ايه ما بيصومش في الايام العاديه؟ يعني طول السنه مثلا اثنين وخميس عايز يصوم في رجب. يصوم، يجوز يصوم. له ان يصوم في اي وقت من السنه، يجوز له ان يصوم الا ان يكون يوم عيد فطر او يوم اضحى او ايام التشريق اللي هي ايام العيد الكبير. ما عدا ذلك لا حجر على رحمه الله وعلى فعل العبد ما دام يتقرب الى الله طوعا ان شاء الله. طيب في دقيقه. في دقيقه. انا مش هقول حاجه الا في دقيقه، اللي انا هقول بس رساله لكل الناس. اتفضل. خففوا الام بعضكم واشعروا ببعضكم. أسأل الله العلي القدير أن ينفق على من ينفق على عباده، وأن يرحم من يرحم على وأن يرحم من يرحم عباده، وأن يمد يد العون لمن يمد يد الخير لعباده. أحزنتني رسالة جاتني وقالت لي إن أحد الأطباء كشفه تعدى 500 جنيه. فبالله عليكم أنا بوجه رسالة لكل طبيب، ده في أكتر من كده. بالله عليك ترقف، ولكل معلم بالله عليك ترقف، ولكل صيدلي بالله عليك ترقف. اجعلوا جزء اسمه التجارة مع الله. طبعا، ودي أجمل حاجة في الدنيا، هي التجارة الرابحة. صحيح. والله يا سيدي الحبيب لا مال ينفع ولا ولد يشفع، ولكن القلب السليم عند الله ينفع ويشفع ويدفع. فبالله عليكم كده انظروا للناس دي نظرة رحمة ونظرة رضا. وفي عجالة برضك الناس هتقول لي ايه؟ طب ما احنا مش مرحومين الغلاء. والله لو تراحمنا فيما بيننا لوضع الله الرحمة في قلوب العالمين. صح. من لا يرحم لا يرحم. مرة تانية أسأل الله أن يكون في عون كل من ينفق على العباد، وأن يرحم كل من يرحم العباد، وأن يجعل ذلك زخرا له ولأهله ولوالديه ولزوجته، وأن يمتعه بالصحة والعافية. أمين. في حياته، وأن يرزقه السعادة بعد أمين. موته في الجنة. اللهم أمين, أمين. وأن يشفي جميع أمراض المسلمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يوفق أبناءنا لما فيه الخير أمين. والصلاح إن شاء الله. أمين رب العالمين. يا رب إن شاء الله. نورتني يا فضيلة الشيخ، أشوفك على خير إن شاء الله. أنار الله قلبك بالإيمان ووجهك بالسعادة والاطمئنان. زي ما تعودنا مشاهدينا هنروح مع بعض لفاصل، فقرة مسجلة من وبكرة أحلى، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله الساعة 3 إلا تلت. أشوفكم بألف خير. سلام عليكم. اسماعيل يوسف وياقوب.
ناس كتير ممكن تتكلم عن مشاكل بتقابلها في حياتها، زي مثلا انا لما باجي انام ببقى مش قادر اخد نفسي، مش قادر اتنفس، اجي اوطي علشان خاطر اجيب حاجه من الارض مش قادر انزل واطلع، او بطلع بصعوبه او بنزل بصعوبه، اطلع سلمتين وابقى بنهج وخلاص مش قادر اكمل على مطلع الدور اللي انا طالعه واخد نص ساعه فيه، اي حركه بقى، اي حاجه بعملها، اي حاجه بشيلها مش قادر اخد نفسي، وده طبعا بيكون بسبب زياده الوزن. اللي بتبقى مشاكلها كتيره جدا، سواء كانت المشاكل اللي قلت عليها او كمان مشاكل صحيه كتيره جدا ممكن تخلينا مش قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي. عشان كده احنا فقرتنا النهارده هنتكلم عن الحلول المثاليه في تنزيل الوزن، خصوصا ان لما الوزن يزيد زياده كبيره بيكون وراه مشاكل صحيه اكبر كمان. هنعرف اهميه الالياف في انقاص الوزن، وازاي نتجنب نحمي نفسنا من المشاكل الصحيه اللي ممكن تقابلنا بسبب السنه وزياده الوزن. معانا النهارده دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيعيه كليه الصيدله، دبلوم التغذيه والتخسيس في الجامعه او من الجامعه الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين اللي عايزين يعيشوا حياتهم بشكل صحي. واحنا كلنا اكيد عايزين نعيش حياتنا بشكل صحي، ولما بنقول الاوزان الكتيره قوي للناس اللي ما بتقدرش تتحكم في شهيتها وبيبدا الموضوع او السمنه اللي ممكن تكون موجوده في الجسم تدخلهم في متاهات تانية زي النفس، ودي اكبر مشكله ممكن تقابل اي حد. يبقوا عمالين يعملوا كده مش قادرين ياخدوا نفسهم، فعلا مش قادرين يلبسوا كويس، مش قادرين يتحركوا كويس، مش قادرين يطلعوا سلالم، مش قادرين يوطوا يجيبوا حاجه من الارض، بتبقى حاجه سخيفة جدا. نساعدهم ازاي من خلال النهارده؟ يعني معظم الناس بتعاني لو عندها زيادة في الوزن بتعاني من كل المشاكل اللي انت قلتيها، سواء بقى لو هو بيبذل مجهود بدني، سواء لو هو عايز ينقي موديلات معينة في اللبس، او هي مثلا بتفكر انها تلبس ستايل معين، بتتفاجئ ساعتها وهي داخلة بتقيس في المحل ان في دفعات كتيرة في جسمها، في وزن زايد، وفي ناس كتيرة جدا على فكرة بيصابوا بالاكتئاب نتيجة زيادة الوزن. طبعا حالته النفسية بتبقى سيئة، وده يدخلهم في اكل اكتر فتبقى الموضوع زاد اكتر. صحيح، خصوصا لو الواحد متعود بقى على اكلات اللي بتبقى فيها شهية كبيرة وبيقعد ياكل كميات كبيرة، بيبقى لما بيجي يفكر ان هو ينزل وزنه طب بيقعد كده، طب انا هقدر اتخلى عن الاكلات اللي انا بحبها؟ طب انا هقدر او الكميات والكميات، يعني هقدر اسيب كل ده وابتدي ان انا امشي في نظام ريجيم او نظام غذائي؟ دي كانت اول بوينت واول نقطه دايما اللي عايز يخس بيفكر فيها. وفي ناس تقول لك طب انا طبيعه شغلي بفضل فترات طويله بره البيت وبرجع بالليل اكل وجبه العشاء اللي بتبقى فيها كل حاجه حلوه وفي نفس الوقت دسمه وبتدي فاتس كتير، دهون كتير لجوه الجسم. علشان كده على مستوى العالم كله ابتدوا عايزين يحلوا المشكله. انت عارفه دايما العلماء والاطباء دايما يفكروا ازاي يحلوا مشاكل الناس. فلقوا ان كل مشكله ليها حل، وابتدوا يعملوا ابحاث كتيره قوي ازاي نحل مشكله زياده الوزن وفي نفس الوقت بطريقه هيلثي وصحيه. وولد وايد عالميا دلوقتي بعد الاكتشاف الكبير عن الفايبرز، الالياف الطبيعيه وازاي وظيفتها، فابتدوا يلاقوا ان الفايبرز والالياف الطبيعيه من المكونات اللي بتقدر انها تنقص الوزن وفي نفس الوقت تقلل من الشهيه نتيجه المعده. يخلي الشخص اللي بياخد الياف كتير، فايبرز كتير، معدته مليانه، فيبتدي الشهيه بتاعته تبتدي انها تقل، ويبتدي في نفس الوقت عمليه بقى تحويل الجسم، الميكانيزم بتاعه او طريقه شغله ان هو يكسر الدهون المختزنه جوه الجسم. اكيد اللي حضرتك بتقوله ما نقدرش نقول ان احنا ممكن نستغنى عنه باننا ناكل خضروات كتير، لان حضرتك بتقول انه بيشتغل على حته انه بيكسر الدهون اللي موجوده في الجسم. صحيح، احنا لو خدنا خضروات ممكن نملى معدتنا شويه، لكن مش هنقدر نشيل الدهون اللي موجوده. هي الفايبر طبعا الالياف الطبيعيه السورس الاساسي او المصدر الاساسي بتاعها هو الخضروات، الحاجات الخضراء، الحاجات اللي فيها فواكه فيها الياف كتيره، وبعض البذور والبقوليات اللي هي بتقدر يبقى فيها كميه كبيره من الالياف الطبيعيه. بس مشكلتها برضو يعني العلماء لما جم في البحث العلمي لقوا انها بتتخضم في الجسم بسرعه، فابتدت ان هي جسمنا اول ما بياخد خضار سهل الهضم فبيتهضم بسرعه، بيبتدي فبنرجع نجوع بسرعه، فبترجعي تجوعي بسرعه، وفي نفس الوقت كمان ما قدرش ان هو يملى معدتك. عشان كده مش واقعي تماما ان انا ابتدي املى المعده بتاعتي بخضار وفواكه من الناتشرال سورس. تمام، فابتدوا يلجأوا لحاجة تانية. يعني موضوع ده ايه اللي معانا الاول بقى؟ دي بقى ايه؟ النانو فايبرز. ازاي اقدر اخد الالياف اللي موجودة في الخضار وفي الفاكهة وفي المكسرات وابتدي ان انا اعملها في صورة الباكت؟ فلقوا ان طريقة النانو فايبرز ديت بقدر ان انا افصل الالياف، وعملية الفصل ده بتتم بطريقة طبيعية جدا،
لانها بتتم تحت درجه حراره الشمس الطبيعيه. هي ما بتخشش في عمليه الفصل باجهزه معينه نتيجه الطاقه الشمسيه، بيبتدي تعمل عمليه الفصل وبتطلع النانو فايبرز، الحبيبات الفايبرز اللي موجوده في الباكت الالياف الطبيعيه. ما نضفش عليها اي حاجه كيماويه خالص. كمان خدوا الناتشرال سورس بتاعها من اورجانيك، مصدر طبيعي 100%، ما نضفش عليه اي اسمده اسماء زراعه، وهم بيزرعوا الخضروات والفاكهه ديت كانت اورجانيك. كمان عمليه الفصل بالنانو فايبرز بنقدر ناخد كميه كبيره جدا من الخضار والفاكهه ونحطها في الباكت الصغير اللي هو 30 جرام في صوره الفايبرز الالياف الطبيعيه اللي هنقدر ناخدها. وعملوا منها الميكس، موجود جوه الكيس، هتلاقي ميكس من الالياف الطبيعيه، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. كمان عملوا نوعين، نوع للغدا ونوع للعشاء، علشان فتره العشاء يفضل في الجسم فتره طويله. فبالتالي لغايه الشخص اللي هو متعود ياكل كميات كبيره بالليل، لا انا هاجي بالليل مش هجوع، هحس ان انا شبعان. وهو ده اهم حاجه، هي مشكلتنا كلنا اكل بالليل. يعني تقريبا دلوقتي كل ما الواحد، طب خلينا نقول الفيديو اللي معانا ايه الاول واقول لك سؤال. دي عمليه بقى ايه الالياف الطبيعيه، طبعا بتيجي منين؟ بتيجي من خضروات، من بروكلي، بتيجي من فواكه، بتيجي من الحبه الكامله. مش غير او غير واقعي تماما ان احنا نجيب كل ده ونبتدي ناكله ونقول ان احنا هنخس. فعملوا موضوع النانو فايبرز الالياف اللي احنا شايفينها، والنوعين، جزء بيدوب في الميه وجزء ما بيدوبش في الميه، وكل واحد له وظيفه. اللي بيدوب في الميه بيعمل لي جيل جوه المعده ويحسسني بالامتلاء، انا معدتي خلاص اتملت وانا كده في اول طريقي لانقاص الوزن. شوفي انا هقعد بقى ممتلئ، فانا قاعد ريلاكس مش عايز اكل بقى خلاص. انا كده حته الشهيه عندي خلاص، ما عنديش احساس ان انا عايز اكل حاجه. وفي ناس كتير بيبقى طول ما هي قاعده عايزه تاكل حاجات فيها سكر. بالظبط، هي برضو من الالياف الطبيعيه لان السورس بتاعها فاكهه وخضار، فتلاقيها نوعا ما مسكره شويه. فما بتحسش ان انت بتاكل حاجه طعمها وحش. والجزء الثاني بقى اللي هو ما بيدوبش في الميه، بيبتدي يخش على الامعاء الغليظه، يبتدي يسحب معاه بقى الدهون اللي اتكسرت، يبتدي يسحب معاه نسب من الجلوكوز الزياده اللي موجود في الدم. عشان كده بنلاقي مرضى السكر اللي بياخدوا الالياف الطبيعيه تلاقي السكر بتاعهم بينظبط. بيبتدي ياخد الصوديوم اللي موجود كتير في الجسم، فبالتالي مريض حتى الضغط بيبتدي ان هو كمان ضغطه بيبتدي ان هو ينظبط. الناس اللي عندها كوليسترول، امراض الدم، ودي نسبه كبيره جدا على مستوى العالم. يعني وحتى هنا في احنا بنقول هاي السمنه هي سبب رئيسي لامراض كتيره جدا، واشهرها طبعا السكر. طبعا، وطلعوا حتى كمان المصطلح الجديد الموربيديتي اوبيز او السمنه المميته. ده مصطلح علمي وورلد وايد النهارده بقى معروف، لان السمنه هي تاني سبب من اسباب الوفاه على مستوى العالم. صحيح صحيح. النهارده كل ما بنفتح الفيسبوك او نفتح النت نلاقي ادويه كتير جدا وحاجات كتير جدا للتخسيس، وكلام كبير قوي بقى اللي هو هتخس وانت قاعد في مكانك، وهتاخد مش عارفه ايه، هتتشفط مره واحده، وحاجات كده كتير جدا. ايه اللي بيميز اللي احنا بنتكلم عنه النهارده الالياف عن كل الحاجات اللي احنا بنشوفها كل ثانيه بتطلع؟ بصي، هو المشاهد اللي بيشاهدنا مشاهد ذكي جدا ومطلع ومثقف، وكل الكلام التجاري اللي ممكن ان هو يتقال هو ما بيبقاش عنده ثقه فيه، ما بيبقاش عنده تراست فيه. علشان كده يعني يهمنا واحنا بنتكلم ان يكون كلامنا مبني على اساس علمي، مبني على خبراء في التغذيه وناس درس تغذيه على مستوى العالم بيتكلموا عن الالياف الطبيعيه. فخلينا نشوف دكتور ايريك. دكتور ايريك ده معاه دكتوراه في الكيمياء الحيويه من جامعه نورث ويسترن في امريكا، ونشوف بيتكلم عن الالياف الطبيعيه بيقول ايه. طيب، في ناس بيبقى عندها مشكله في دهون في منطقه معينه، وبالاخص او بالتحديد منطقه البطن، ومن اكتر المشاكل اللي بتقابل ناس كتير جدا، المصريين كلهم تقريبا، يعني يقول لك احنا مشهورين قوي بالكرش. فيعني مساله الدهون اللي موجوده في البطن هي تجميل وصحه الاثنين مع بعض، ممكن يبقى جسمه ما فيهوش اي مشاكل لكن المشكله هي الدهون اللي موجوده في البطن. هنا الالياف تعمل دور معاها ولا يعني بيبقى ليها حاجة؟ اكيد ليها دور. يعني الالياف حتى في الهيلث لاين، ودي اكبر جريده على مستوى العالم طبيه خاصه بالنيوز او الاخبار الطبيه، بتتكلم تحديدا عن البيلي فات او الدهون بتاعه البطن، ودور الالياف انها تمنع من تكون الدهون في البطن. ده مش بس كده، ده حتى لو الشخص اللي عنده الكرش او البطن بتاعه كبيره، بيقدر عن طريق الفايبرز الالياف الطبيعيه ان هو يكسر من هذه الدهون. يعني احنا شايفين على الشاشه، يعني حتى عاملين زوم على الجزء اللي هو انا كل ما هاكل كتير من الالياف الطبيعيه اللي بتدوب في الميه، ده بيساعدني على
التخلص من الكرش من الدهون الموجودة في بطن في منطقة البطن. مش بس كده، ده كمان بيمنع كمان تكوينها مرة تانية. يعني في ناس كتيرة بعد ما بتخس تلاقي في دهون بتاعة البطن بترجع مرة تانية. لا، لو زاد وزنها كمان تاني. ده هو طول ما انا مستمر على الالياف الطبيعية انا كده بمنع تكون الدهون في منطقة البطن مرة تانية. ليه منطقة البطن من أكتر المناطق اللي موجودة في الجسم اللي الدهون بتظهر فيها بشكل كبير جدا وسريع ونزولها بيبقى صعب برضو؟ ده حقيقي، هي دايما دهون بتاعة البطن دي بتبقى دهون رخمة شوية قوي. أكلنا مش متوازن، أكلنا مش صحي، الجسم عنده كالوريز كتير، طاقة بياخدها من تلك الأكل عايز يحولها لصورة دهون، فبيبتدي أسهل حاجة عنده إن هو يحط الدهون بتبقى في ثلاث مناطق. منطقة البطن دي رقم واحد، ان هو الجسم على طول اوتوماتيك بيوجه الدهون اللي تبقى فيها. منطقة الصدر برضو دي من المناطق رقم اتنين على طول، ومنطقة الاجناب تلاقي على طول دي المنطقة الثالثة. فدول اكتر مناطق بيبتدي الجسم يخزن فيهم دهون. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي موجود معانا ونرجع نكمل ان شاء الله كمان. نروح مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. One of the questions that I got this week was, you know, what's a simple step or a simple recommendation for losing weight? And again, when we're talking about losing weight, this can be a complex topic. And so I think it's best just to keep it simple and focus on one thing in the video. So that's what we'll do. And the recommendation would be is if you're wanting to lose weight, is to eat more fiber. And fiber is really important because it causes several beneficial effects for our body. And one of the things that it does is when you consume more fiber, your body is going to create and store less fat. And so if we're trying to lose weight or maintain a healthy weight, that's what we want to do. So how do we get more fiber? So one is we want to consume more fruits and vegetables. So as far as fruits, now's a great time for like raspberries and strawberries and blueberries. And another recommendation that's key with increasing fiber when it comes to fruit is eating the skin. So when you have an apple, you want to eat that with the skin. Another example would be a kiwi. If you eat the skin of a kiwi, it increases the fiber content by 3 times. As far as vegetables, the more vegetables you can eat, the better. So greens, things like broccoli and asparagus and spinach, those are all going to be great sources of fiber. Nuts, things like almonds and walnuts are going to be great sources of fiber. Seeds like pumpkin seeds, beans are another great source of fiber. And so essentially, again, what we want to do is increase that fiber content, because when we consume more fiber, again, that's going to cause our body to create and store less fat. And if we're trying to lose weight, that's a very key. قد ايه وبيتاخد ازاي يا دكتور؟ يعني هل حسب كل وزن، حسب كل حاله، حسب السن؟ اكيد بتفرق. بصي، هو وورلد وايد المفروض ان المتوسط ان احنا بناخد في الوجبه 30 جرام من الفايبرز. دول بيبقوا اناف للراجل وللست، يقدروا ياخدوا 30 جرام من الفايبرز دي، بتبقى في الوجبه الواحده اللي مثلا هي الغداء او العشاء. دي كفايه انها تنزل جسمك. بينزل وزني قد ايه؟ المتوسط العالمي، والمتوسط العالمي ده معناها ان في راوند او ناس كتيره قوي دخلت في هذه الدراسه، لقوا ان المتوسط بيبقى 6 كيلو. في ايه؟ في الشهر 6 كيلو في انقاص الوزن في الشهر، ودي النسبه العالميه اللي حتى ريكومندد ان الواحد لما ينزل وزنه ما ينزلش وزنه بطريقه اجريسيف او طريقه عنيفه. لا، ده يعني يقولوا لما تنزل في الوزن بسرعة ترجعوا سريع وترجعوا أكتر. ترجعوا سريع وترجعوا أكتر، وفي نفس الوقت بتلخبط النظام الهرموني بتاع الجسم، بتلخبط إنزيمات الجسم، الكبد عندك بيتأثر، الكلى بتتأثر، الدورة الدموية بتتأثر في النزول السريع. لكن لما كل حاجة بتنزل تدريجية، الجسم بيبتدي إن هو ينظم نفسه، بيبتدي ينظم عملية الميتابوليزم أو عملية بيقولوا التمثيل الغذائي بتاعه جوه الجسم. في نفس الوقت كمان موضوع الستة كيلو دي مش إلزام إن كل واحد هينزل 6 كيلو، لا، في ناس ممكن تنزل أكتر، في ناس ممكن تنزل أقل في الشهر. طبيعة الجسم واستجابته السريعة لفكرة الدايت ونزول الجسم. بالظبط، يعني حتى برضو إحنا عارضين للسادة المشاهدين من جريدة الإخبارية الطبية العالمية اللي هي هيلث لاين، إن أنا كل ما هبتدي آخد الألياف الطبيعية وزني هينزل. كمان بينصحوا ان احنا الالياف الطبيعيه ناخدها بشكل السبلمنت اللي هي موجوده في الباكت، لان انا لما هاخدها من السورس الناتشرال بتاعي ده انرياليستيك، حاجه مش طبيعيه او حاجه مش منطقيه ان انا هقدر انزل عليها، لانها هتتهضم بسرعه والجسم هيتخلص منها طبعًا كمان بسرعه. طبعا، وزي ما حضرتك قلت قبل كده محتاجين يعني كميات كبيره منها. طبعا ناخد ام محمود. ام محمود، سلام عليكم. السلام
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا يا حبيبتي. احنا واخدين المنتج ده، منتج الالياف. ها. بس ابني اللي واخده مش انا. ابنك قد ايه؟ ابني 17 سنه. تمام، بقاله قد ايه بياخده؟ بصي، احنا واخدين اللي هو المنتج، واخدين علبتين. العلبه على العلبه على شهر. تمام. فاضل في العلبه الثانيه اللي هي بيرن بلس، فاضل فيها 9 بواكي. 9 بواكي يعني. تمام، قولي لي وزنه نزل قد ايه بقى وكان كان طريقه؟ هو كان 133 كيلو، دلوقتي بقى 114 كيلو في اقل من شهرين اهو. طب كويس. طب قولي لي اكله بقى اخباره ايه؟ يعني هو الاول كان بياكل كتير؟ يعني كان بياكل كتير بس دلوقتي بقى ايه؟ اتبعنا كمان الكلام اللي هم بقى الورق اللي هم باعتينه مع المنتج. قللنا الفطار وقللنا الغداء، لان هو بيتاخد قبل الغداء. اول عبوه اللي هي بيرن اب بتتاخد قبل الغداء بس. تمام. بيرن بلس في قبل الفطار يا قبل العشاء. قلل اكله، بدا يقل. خالص. ما بقاش يجوع كتير. لا 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 لا، وكان بقى انت عارفه بقى الشفتيهات والحاجات دي كلها، كل ده بطله. طب كويس. طيب انا يهمني اعرف ابن حضرتك كان عنده كام سنه؟ عنده 17 سنه. 17 سنه؟ طيب هو كان بيعاني من مشاكل في المدرسه او خلال دراسته من موضوع؟ لا 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 لا، ما فيش معاناه ولا حاجه، هو عادي. ما هو كان الوزن 133 كيلو، بس هو الطول كان بيفرق معانا برضه، ما كانش مبين تخنه جامد. طب في وسط اصحابه مثلا كان حد بيعلق ان هو وزنه زايد؟ لا، ما انا ما بنشوفش بقى حضرتك في المدرسه، بس هو كان يعني عادي. كان اشكرك يا ام محمود، نورتينا. لاحظت ان هي بتقول انه في يعني قللنا الاكل، وانه في حاجات ارشادات موجوده مع طبعا. يعني مش معنى ان انا باخد الالياف الطبيعيه ان انا اكل زي ما انا عايز، او ان انا ابتدي اخد حاجات فيها كالوريز عاليه. انا بغير من السيستم بتاع حياتي او نظامي، فلازم برضو بيبقى مع الالياف الطبيعيه انا ماشي على نظام متوازن غذائي، بدي للجسم كل الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها. تمام. طيب لو حد واخد انه بيفطر كتير قوي، او العكس بيتعشى كتير قوي، وانا اعتقد انه بيتعشى كتير قوي. دي هي دي الداري. هي قالت لي بيتاخد قبل الفطار او قبل العشاء حسب كميات الاكل اللي انا متعوده اكلها. يعني في ناس اللي بتفطر كتير قوي، وانا اعرف ناس وزنهم كبير وما شاء الله عندهم دهون كتيره، بس ما بيتعشوش. يعني العاده اللي نفس الناس كلها انها تتخلص منها فكره الاكل بالليل، او ما بيتعشوش، بس بياكلوا على مدار اليوم كتير. هو على مدار اليوم الجسم بيحسبها بالكالوريز، بالطاقه اللي هي داخله له، سواء بقى افطار غدا عشاء. بس طبعا انت لما بتفطر كتير فانت عندك نسبه من الطاقه ديت بتتحرق على مدار اليوم للاكتيفيتيز او الانشطه اللي انت بتعملها. بالليل العكس. انت بتاكل وتنام. صح. فانت الجسم كل الطاقه اللي انت واخدها من الاكل ما بتتحرقش، بتحول على طول لدهون. ودي اسباب اساسيه لزياده الوزن. مسألة ان انا فترة الفطار باكل كتير، لا، طالما عايز تنزل وزنك لازم هتقلل من وجبة الفطار. هقلل من الحاجات اللي هي بتزود الوزن بشكل كبير، زي الحاجات اللي فيها دي ابيض. اولا دي الابيض، لو الناس اللي هي بتاكل عيش فينو او بتاكل حاجة فيها دي ابيض، ده اصلا فاتح للشهيه، فتلاقيه بياخد منه كميات كبيرة قوي، مش عايز يبطل. بالظبط. والهضم بيبقى صعب شوية، والكربوهيدرات كمان فيها بتبقى عالية، فبتدي طاقة عالية كبيرة جدا جوه الجسم. فدي من الحاجات اللي لازم لا يعني نوقفها خالص، نتخلص منها. نبتدي نلجأ للرز البني او الرز البري، نبتدي نلجأ للدقيق الاسمر او دقيق الذره اللي هو بتاع زمان. حاجتنا نبتدي نشوفها اكتر هيلسي او اكتر صحيه. ال 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 العيش اللي هو مليان رده كتير. في ناس بتاخد انه ده رغيف صغير، فلا انا اخد منه كميه، يعني رغيفين ثلاثه اربعه، ما هو عيش بني بقى مش هيعمل اي مشاكل. لا، هي كلها. هل الكميات برضو محدوده؟ يعني احنا لو قلنا الرغيف الابيض مثلا فيه 400 كالوريز، فالدقيق اللي هو معمول بالرده او الدقيق اللي هو الاصفر بيبقى فيه 100 كالوريز، فهي هي توازن اصلا. فانا لا، ما كل ما هكتر من الكميات حتى لو كالوريز قليله برضو جوه الجسم بتتحول لطاقه. يعني كل ما نقلل كل ما هنجيب نتيجه افضل. طب. دكتور خالد نورتني، بشكر حضرتك جدا، اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا ليكي، وشكرا لكل المشاهدين. شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم الاسبوع الجاي يوم الخميس ان شاء الله، لو عشتوا كان ليا عمر الساعه 3 الا ثلث. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.